اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه تنتي الشقي الفظيع بتاع العاب الميه. هنفتح كده ونشوف ايه ده. واو، عندنا قمر وشمس وسحابه. ايه ده، الله، بصوا شكلهم حلو ازاي. طبعا العاب تنتي الميه دي اول لما نحطها في الميه بتغير لون الميه تماما. ممكن نلعب بقى بيها كلنا في البانيو او في اي حمام سباحة تغير لون المية خالص وبتفور. وهنجربها النهاردة وهنلعب بيها بقى. يا ترى هنلعب بالقمر ولا بالشمس ولا بالسحابة؟ مش بس كمان كده، انا جايبه لكم معايا مفاجأة. هنجيب يا اما الملكة إلسا يا اما انا يا اما باربي هيستحموا معانا النهاردة. ادي اول واحدة معانا، انا اخت إلسا. هاي، ازيك يا انا؟ طبعا هتموت وتستحمى. هتشوف بقى هتلعب معانا ولا لا. ودي الملكة إلسا. الملكة أنا في الأول كانت متحمسة جدا طبعا، الملكة إلسا عايزة ان هي هتموت وتستحمى بقى في البانيو بقى لعبة تيتي الشقية. وتاني حد معانا بقى مين؟ بصوا بقى معانا مين. معانا باربي. واو، التلاتة بقى هيستحموا معانا النهاردة في البانيو الفظيع ده بقى لعبة تيتي الشقية. كل واحد فيهم هينقي لون وهنشوف ايه يا ترى هيلعبوا بايه وهيحصل. هنعمل قرعة دلوقتي وهنشوف مين فيهم عليه الدور ان هو يستحمى. طيب اول حد معانا إلسا ولا انا ولا مين ولا باربي؟ طيب إلسا هي اللي كسبت. هنعمل بقى القرعه دلوقتي. بصوا انتوا اكتبوا لي بقى في الكومنتات تختاروا مين، إلسا ولا انا ولا باربي. هنعمل دلوقتي بقى القرعه. ودي انا تاني اهي بوريها لكم. كل واحده فيهم هيلبسوا بقى المايو وينطوا ويبلبطوا بقى في البانيو الفظيع ده بلعب تنتي الشقيه. وباربي بصوا جاهزه شكلها فعلا محتاجه ان هي تستحمى عشان وشها بصوا مش نضيف خالص. طيب هنعمل بقى دلوقتي القرعه ونشوف يا ترى بقى ايه مين فيهم اللي هيطلع ومين فيهم عليه الدور. ودي واحد اتنين. واو، دي انا ودي إلسا ودي باربي. اوكي، كتبت ورقة فيها اسامي التلاتة. وهز بقى ايدي دلوقتي وهشوف الدور على مين. اوكي، هز بقى ايدي كده جامد. بعدين بقى هسحب الورقة واشوف الدور على مين. يا ترى بقى مين، يا ترى مين؟ مستعدين. هشوف بقى مين فيهم هيستحمى. ايه ده، واو، الملكة إلسا هي اللي هتستحمى النهاردة. يا ترى بقى الملكة إلسا هتختار اني حاجة من الالعاب تنتي اللي في المية؟ يا ترى هتختار القمر ولا الشمس ولا السحابة؟ اكيد هتختار القمر. واو واو واو، نحط بقى القمر معاها بقى. ايه ده، بصوا بيفور ازاي. واو، غير لون المية خالص بقى كلها لونها ازرق. طبعا عشان الملكة إلسا لونها ازرق كمان فاختارت بقى الوان المية تكون لونها ازرق زيها. اكيد الملكة إلسا فرحانة جدا ومبسوطة ان البانيو بتاعها كله بقى لونه ازرق لون القمر بألعاب تنتي الشقية. وكمان بيخلي ريحة المية كمان جميلة اوي اوي اوي. يا بختها، سمعها بقى بتعوم في مية زرقاء زي البحر بالظبط. واكيد المية طبعا بتحبها ساقعة عشان هي ملكة التلج. وسمعنا قاعدة بقى مبسوطة. يا بختها جدا. طبعا ايه ده، وبصوا مش بس كده كمان، ده بقى كده عندي زي قرص هندوبه ونفتح كده نشوف في ايه جوه يا ترى في ايه بقى. دي حاجه مضحكه جدا ان في القرص ده. اوكي اما يا ملكة إلسا هنفتحه ونشوف لك القرص ده فيه ايه. مستعده؟ مستعده. يا ريت بقى ان انتوا تفتحوا لي وتقولوا لي فيه ايه. اوكي هنفتحه لك بقى دلوقتي ونشوف عباره عن ايه القرص الفظيع ده. ندوبه بس شويه كده بقى في الميه وبعدين هنفتحه وتقولوا لي بقى ايه رايكم في الايه فرحتي انت الشقيه دي اللي غيرت لون الميه تماما. بصوا بقى ممكن نعمل ايه، بصوا بقى ممكن نعمل ايه بقى دلوقتي. هنفتح بقى القرص الفظيع ده ونشوف ده عباره عن ايه. بصوا القرص وهو دايب والميه كلها بقى لونها ايه، ازرق. بصوا دوبت القرص خالص، عماله ادوبه ادوبه اكتر. ايوه بصوا ده بقى خالص. ايه ده يا ترى، ايه الشكل الفظيع ده؟ انا مش عارفه، انا محتاره جدا. هنفتحه بقى كده نغسله بالمية كمان ونشوف يا ترى ايه ده، يا ترى ايه ده. هفتحه لكم بقى دلوقتي. يا ترى ايه ده، ايه ده.
الله ده القمر، بص شكله حلو ازاي، ده شكله حلو، افتكرته وحش في الاول وخفت منه، بس ده شكله هلال بيضحك. الله بص شبه الملكة إلسا، اكيد طبعا هي فرحانة بيه جدا، هتقعد بقى تلعب بيه في المية، يا بختها يا بختها، المية كلها بقى لونها ازرق ومعاها كمان قمر بتلعب بيه. ده شكله فعلا حلو جدا، حلو قوي القمر الازرق ده. وفعلا المفاجأة الحلوة بتاعت ألوان تينتي ان هي فيها القرص الصغنون ده، وكل واحدة اكيد من دول فيها اي حاجة مختلفة الشكل. الله يا ترى بقى الشمس هيكون شكلها عامل ازاي، والسحابة هتكون عاملة ازاي، ومين فيهم بقى اللي هيستحمى. تابعونا على قناة العاب الاطفال، وهنعمل بقى كل واحدة فيهم هتستحمى ببانيو تاني، هنعمل برضو قرعة فيديو تاني، وهنشوف مين عليه الدور بقى ان هو يستحمى، يا ترى الملكة انا ولا باربي اللي هيستحموا ايه بالسحابة وبالشمس. ونغير بقى لون المية تماما، طبعا الشمس هتغير لون المية خالص، يكون لونه اورنج، والسحابة هتخلوه لي اصفر. اكتبولي بقى في الكومنتات يا اصحابي رأيكم في الفيديو الفظيع ده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، وايه رأيكم في الوان تندي الشقيقة اللي بتغير لون المية تماما. وبليز كمان يا صحابي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هتوحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.